صباح الخير أعزائي المشاهدين. يوم مشمس وجميل بعد شتاء وبرد قارس. إحنا اليوم رح نحكي عن موضوع خلع النباتات بهاي الفترة. إحنا لسه بفترة شوي برد أو برد يعني، فمنقدر بهاي الفترة لأنه العصارة ساكنة إنه نقدر ننقل. وشغلة تانية إنه الأرض بلشت عم بتشوية تنشف مشان نقدر نحفر، لأنه طبيعي أنا لما بدي أزرع يعني بدي أنقل بدي أحفر حوالين الشجرة. هلا احنا في عنا اليوم ليمون وكيميكوات. السنه زي ما انتم بتعرفوا احنا بنعرف انه كل الليمون معظمه 90% منه انضرب من الصقيع اللي اجى ودرجات الحراره المنخفضه. وحتى السنه في نباتات انضربت من البرد، يعني ما يعني اول مره بنشوفها انضربت نتيجه درجات الحراره اللي كتير كانت منخفضه. ان شاء الله الله بيعوضنا خير. هلا بدنا نعرف كيف بدنا ننقل النبتة، لأنه أنا كتير منكم بسألني عن هذا الموضوع. بس قبل ما نبلش نحكي عن موضوع النقل، معي بصل. طبعاً أكيد إحنا بكل سنة منحب نغير شوي بالحديقة، نشيل نزيد، يعني هاي شغلة حسب قرار من صاحب الحديقة من المهندس المسؤول، بيضل إنه نغير بعض الأمور. هلأ مثلاً أنا عندي هذا البصل اللي هو الآيرس أو السوسن، كان بموقع أنا هلأ بدي أغيره بدي أشيله، فشلته حفرت عليه وشلته زي ما أنتم شايفين طلع مع جذره كامل. هلأ أنا بقدر أزرعه بالأرض بكل بساطة، يعني ما صار له أي شيء وسليم 100%، لأنه الآيرس أو السوسن بفتح بدري بأول الربيع. حتى هو بلش مفتح عنا بهاي الفترة اللي هي آخر 2 أول 3، يعني غريب إنه بلش فتح نتيجة يومين حم إجوا. يمكن أنا معي أول شتلة هلأ رح نحكي عنها، أو اللي هي الشتلة اللي بدنا نقولها اللي هي شجيرة الكيميكوات إذا صح التعبير. كيميكوات هي النبتة، نوع من أنواع الحمضيات، الحبة الصغيرة اللي بتتاكل بقشرها. الكيميكوات والليمون زي ما قلنا لكم هم انضربوا، فإحنا هلأ بهذا الموقع ما بدنا إياهم، بدنا نشيلهم. الشاب عم بحفر حواليها أو حفر حواليها زي ما أنتم شايفين. هلأ أنا شو بعمل؟ ما بحفر قريب على الجذر عشان ما يتضرر الجذر وبالتالي تتعب النبتة. هلأ إحنا في وقت برد وهو أنسب وقت إنه ننقل عشان ما في عندي تبخر من الورق كتير لأنه الحرارة منيحة. فإحنا هلأ حفرنا حواليه، حفرها هو هلأ بده يجرب كل شوي يحركها يشوف إذا بلشت تتحرك معاه بدون ما يقطع الجذر. بالضبط شوي شوي لاحظوا بلشت تتحرك. هلأ يمكن نكون معكم صريحين أكثر، مش كل النباتات بتطلع بهالسهولة. النبتة هاي زراعة السنة الماضية وهذا السبب اللي خلانا نخلعها. طبعاً السبب الرئيسي إنه إحنا منغير موقعها، لكن السبب الثاني أنا حابة أورجيكم الموضوع كيف بتم بأي طريقة. طبيعي الموضوع نسبي من شتلة لشتلة ومن عمر لعمر، يعني كل ما كانت الزراعة أقرب يعني من سنة وسنتين بيكون الخلع أسهل، وكل ما كان أقدم بيكون صعب. هلأ هون بلشت تتحرك معه، لاحظوا هلأ بده يطلعها. إحنا مجهزين القوار، مي البلاية هدر القوار، حاطين فيه تراب، طبعاً قوار للمشتل فيه تراب وجاهز. هلأ بده يحملها، نحاول نحطها بجذرها السليم جوا القوار. بالضبط لاحظوا جذرها كيف طلع معاه سليم، وجذرها رقيق مش إشي صعب صراحة. نزلت بالقوار، أيوة هلأ الفكرة أحطها بقوارها أضغط عليها. على أساس ترتاح ويكون جذرها يعني ما أخذ الموقع الصح. هلأ ضروري لما نحفر وقت ما يكون الحفر ما نقرب زي ما قلت لكم على الجذر، نكون عم نحفر حواليها عن بعد عشان ما نضرب الجذر. ثانياً إذا كانت الشتلة قديمة مزروعة من سنين بعيدة ممكن أعمل عملية الحفر ستيب باي ستيب شوي شوي، يعني أنا بحفر اليوم
بنزل 20 سنتي برجع بنزل 20 سنتي كمان يومين. ممكن إذا شفتها كتير قاسية أرشها شوية مي وأخليها يعني زي ما منقول بالعامية أخلخل الجدر، أبلش أحركها شوي شوي بحنية مش بطريقة قاسية على أساس تكون واقفة في محلها. هلأ بعد ما زرعها بالقوار، هلأ طبعاً إحنا حطيناها بقوار بس هلأ كمان شوي رح نورجيكم كيف رح نزرعها بالأرض كمان. يعني هلأ خيارين، ممكن أحطها بقوار ممكن أحطها بالأرض. يعني عندي هلأ ليمونة رح نزرعها، رح نورجيكم كيف رح تتقصقص وتنزرع بالأرض. أعطيني المقص بليز. هلأ الشغلة الثانية والمهمة في عملية نقل النبتة وقت ما تنتقل، إنه أخفف الورق اللي عليها عشان أخفف تعب النبتة. وهلا اصلا يعني خلص اللي يعني الكيميكوات عقد وخلص. اذا نبتة زينة برضو بتكون خلص ما في مشكلة اذا قصيتها، لانه كله هذا بشهر 2 و3 بدي اسويه. فبالتالي انا ما يعني، واي نبتة بدها تنتقل بدي اعرف انها شوية رح تنعكس على ما رح تكون ضعيفة طبيعي جذرها لانه تحرك من محله. لاحظوا قديش انا قصيتها. هلا اذا في اي تظبيطات فيها، يعني انا لو انا باخذ هذا العرق اللي تحت عشان افضي ايوه شلته وهذا ما بدي اياهم، انا بدي الساقه تبين فاضيه، يعني اللي هي عمليه الترتيب اللي لو ما انخلعت راح تكون نفس الفكره. صحيح راح من خضارها لكن بدي يكون قلبنا شوي قوي مشان نريح النبتة. هلأ هيك هي شكلها مقبول، أوكي منقولة بجذر بقوار جديد بتربة جديدة بطريقة كتير حلوة. هون أنا هلأ خليتها بقوارها. خياري الآن مش هلأ بقرر، قبل لازم قررت. هلأ أنا خياري كان أني أحطها بالقوار، لكن أنا لما بخلع بدي أكون إذا بدي إياها في موقع تاني في التربة بدي أكون حافرة ومجهزة ومحطوطة هي بهالطريقة. هلأ يفضل ان نسقيها المبيد الفطري المتخصص لعفن التربه. هذا المبيد انا بنصحكم يكون دائما موجود بالحديقه، خاصه بفتره الحراره العاليه، حتى باي تسميده. يعني اذا انت مثلا بتسمد مرتين بالشهر او مره بالشهر، حلو انك تسقي لو مره بالشهر بالمبيد الفطري على اساس الوقايه دائما خير من العلاج. فاحنا اذا بنسقي نباتاتنا نحاول قد ما كان نسقيها لو مره بالشهر مبيد فطري حتى لو ما في مرض. وهلأ إذا طبعاً صار عندنا أمراض أكيد رح نسقي فيها. هلأ هون هاي العملية صارت، بنسقيها بالمبيد الفطري بنحطها بموقع مناسب ويعني منتركها ليشد جذرها. نبتعد تماماً عن موضوع التسميد للنباتات المنقولة جديد، لأنها هي هلأ كل همها النبتة إنها تقعد بالموقع الجديد وتعتاد عليه. فهي مش في يعني مش الوقت المناسب اني اسمدها. كل ما هنالك المبيد الفطري، المبيد الفطري زي الميه، يعني هو مش شيء ممكن يتعب النبته، عشان هيك بنسقيها. لكن كسماد بفضل نعطيها فتره يعني منيحه انها تقعد بالارض وترتاح وبعدين بنسمد. خليكم معنا رح ننقل نبته ثانيه بس على الارض لتشوفوا كيف العمليه بتتم. بهيك بنكون ورجناكم كيف احنا بتم عملية النقل بهذا الوقت. بحذركم كتير من موضوع ضرب الجذور، خلينا نحفر بعيد ونقرب شوي شوي اذا ما في خبرة، لا ونخلخل النبتة لا تطلع معنا الطوبارة. الطوبارة اللي هي المجموع الجذري داخل التراب، الجذري اللي تحت مع التراب، هذا بده يطلع كامل ما يتقطع. فخليكم يعني دقيقين وبدها شوية طولة بال، وإن شاء الله إنه كل اللي بتنقلوه ينجح ويزبط.
بتأمل أنه تكونوا شوي استفدتوا من الموضوع لأنه كتير مهم، وبقولكم استعجلوا اللي حابب ينقل ما يأجل، يعني إن شاء الله ما بنعرف الجو طول ما هو برد، إحنا يعني بالسيف سايد زي ما بقولوا، لكن متى ما فات الربيع والدفى بصير الموضوع أصعب، ممكن النبتة تتأثر. هلأ نوعا ما نسبة النجاح بتكون كتير عالية بأوقات البرد. يعطيكم العافية وبتمنى لكم نهار سعيد. Thank you.